أن دور المرأة الليبية دور كبير في التضامن مع القضية الفلسطينية، فالمرأة هي أساس المجتمع، وهي الأم الشهيد، أخت الشهيد، زوجة الشهيد. المرأة الليبية لها الدور الكبير في دعم هذه القضية. القضية الفلسطينية مش قضية فلسطينية، هي القضية العربية الإسلامية أو قضية العرب كلهم والمسلمين أجمع يعني. طبعا المرأة الليبية دورها كبير في دعم خواتنا الفلسطينيات، وذلك بعمل المظاهرات الاحتجاجية والتضامن معهم ضد هذا الكيان الصهيوني الغاشم، وتكاتف الأمة العربية الإسلامية مع إخواننا الفلسطينيين ضد العدو الصهيوني بكافة ما نملك نحن العرب.